أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا لمناقشة العنف في بورما والذي أدى لفرار أكثر من 300 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة. وطلبت بريطانيا والسويد الاجتماع العاجل مع تزايد القلق الدولي حيال تصاعد العنف في إقليم راخين في غرب بورما. اصطدمت سيارة مفخخة يقودها انتحاري بقافلة عسكرية أمريكية في أفغانستان متسببة بإصابة جنديين أمريكيين وثلاثة مدنيين حسب ما ذكرت مصادر أفغانية وأمريكية. وتبنت حركة طالبان الهجوم الذي نفذ بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية في باغرام القريبة من كابول. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة. ومع دعم الصين وروسيا نال قرار مجلس الأمن الذي يفرض منعا على صادرات النسيج الكورية الشمالية وقيودا على شحنات المنتجات النفطية المتوجهة إلى هذا البلد 15 صوتا بإجماع كامل أعضائه. عاد سكان فلوريدا إلى منازلهم المدمرة مع وصول الإعصار إيرما الذي تراجعت شدته إلى عاصفة لمسافة أكبر في عمق اليابسة لتغمر مدن عدة في شمال شرق الولاية بالمياه وتترك الملايين بدون كهرباء. وأفادت السلطات بأن العاصفة أودت بحياة 39 شخصا في منطقة الكاريبي وواحدا في فلوريدا كيز في مطلع الأسبوع. ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب ليلة الخميس جنوب المكسيك وبلغت قوته 8 درجات وعشري درجة إلى 96 قتيلا على الأقل في آخر حصيلة ذكرت بعد انتشال أجهزة الإغاثة المزيد من الجثث بين الركام كما أعلنت السلطات المكسيكية. ذكر مصدر أمني عراقي بشرطة الفلوجة اليوم أن أحد فرق الجيش تمكنت من تفجير مخلفات تنظيم داعش جنوب المدينة. وأضاف المصدر أن جميع تلك التفجيرات مسيطر عليها مشيرا إلى أنها لم توقع خسائر مادية أو بشرية بصفوف المدنيين أو القوات الأمنية. أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر وظيفة الوضع الليلي لمساعدة المستخدمين على قراءة النصوص بصورة أفضل خلال الليل مقارنة بالخلفية الساطعة والخطوط الداكنة على شاشة الكمبيوتر. ويمتاز تصميم الوضع الليلي على محافظته على العينين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.